البنات، مرحبا بكم معنا في قناة أم جنات. اليوم إن شاء الله غندير لكم واحد الكوتي اللي ساهل وزوين، اللي كيتسمى بالمخنفر أو الماوي. كل واحد على حسب المنطقة كيتيقول ليه. صراحة هو كيجي كيشبه شوية البغرير، وكيجي عاوتاني هذا مفشوش وزوين وغليظ شوية على بغرير. كيجي صراحة لذيذ وسهل، يمكن لينا نديرو في الكوتي، ومكونات ديما بسيطة وسهلة ومتوفرة في أي بيت. تنتمنى أنه هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وتدعموني بلي لايك، واللي ما تابونش يتابونا في لاشين ويدق الجرس باش يوصلوا ديما الجديد. اذا بلا ما نطول عليكم، اول حاجه هو كناخذ، هو عندي هنايا زلافه ديال الفرص او زلافه ديال الفرينه، وهنايا زلافه ديال السميد الرقيق او الفينو اللي عندكم توفر. غير البنات بنقول لكم هاد الجوج باش يصدق لكم هاد المخنفر او الماوي يكونوا في نفس القياس، يعني بحال هذا بحال هذا، يعني هنا زدت زلافه صغيره وهنا زلافه صغيره، يعني بنفس القياس. او اللي بغى يضاعف المقادير كلا يضاعفهم طبيعة الحال على حسب اعداد الافراد. وهنا عندي الملح، راس معلقه ديال الملحه عامر، وهنايا معلقه ديال خميره خاصه بالحلويات، يعني معلقه عامره، وهنا معلقه صغيره ديال خميره ديال العجل، وهنا معلقه كبيره ديال سنيده، وهنايا عندي بيضه كامله والماء دافي باش نجمع هاد العجين. اذا تنظن ان هاد المقادير واضحه ان شاء الله. اذا نبداو بالطريقه. اذا اول حاجه غناخذو ديك الخميره ديال العجن، غندير عليها هاد المعلقه ديال السنيده. طريقه نزيد عليها شويه ديال الماء دافي باش تفعل ليا هاد الخميره. خليها تفعل مزيان، ودوب مع ديك السنيدة وندوزو للمرحلة الثانية. إذا المرحلة الأخرى غندير هنايا، قلت لكم زلافة مونينكس أو الخلاط الكهربائي، زلافة ديال السميد الرقيق أو الفينو اللي كان موجود، زلافه كذلك البنات ديال الفرينه او الدقيق الرطب الخاص بالحلويات، وندير كذلك بيضه كامله، ونرمي الملح ومعلقه ديال الخميره الخاصه بالحلويات، ونرمي في التالي ديك الخميره والسنيده اللي تفعلوا. ودابا بنفس العبار اللي عبرنا به الطحين والسميده، غادي نعبر به الماء. الماء يكون البنات دافي، ضروري يكون الماء دافي. اذا غنعبر زلافه الاولى والزلافه الثانيه، حيت درت جوج زلاف، درتو ثلاثة ديال السلافات، ثلاثة ديال الماء درتو جوج، غديرو جوج بحال السلافة الأولى نخويها عليهم، ومن بعد ندير السلافة الثانية حتى هي كذلك ديال الماء دافي غير دافي البنات. إذا غادي نطحن هاد المكونات مزيان ونتلاقاو من بعد. دابا غنطحنو البنات. من بعد ما طحنتهم راني درتهم هكا في واحد الاناء وغطيتو بالفيلم اليمونتيغ ضروري البنات، وغنرمي عليه حتى هاد الزويف حيت الحال بارد باش يخمر ليا. غنخليه 15 دقيقه حتى 20 دقيقه تيبان ليا فقاعات ويضاعف الحجم ديالو ويخمر، وندوزو باش نطيبوه ان شاء الله. ضروري البنات يكون شويه الخليط يكون ثقيل باش تعرفوا ان القوام عندكم صحيح، خاص الخليط يكون ثقيل. اذا كما قلت لكم انا غنغطي بهكا بهذا الزويف، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد باش نوريكم الطريقه ديال الطياب ديالو. من بعد ما خمر راه كيجي ثقيل هكا، تحركوا غير بشويه. وهنايا رطيت كما كتشوفوا المقله كتسخن، تكون شويه البوطه مهيله، البوطه تحطوها تسخن، خاصه تكون البنات خاصه بالبغرير ماشي اي مقله، تكون خاصه بالبغرير. غندير هكا هنا بشويه ديال الزيت،
زيت عادي زيت المائدة. وغناخد هكا غرفة تكون عامرة نعمرها. نخويها تكون ما يكونش ما رقيق. حاولوا تعمروا شويه الغرفه كي تبان كيجي غليظ ما كيجيش رقيق بحال البغرير. غتخليو حتى ينشف تماما يبداو يبانو لنا هكا فقاعات بحال تماما بحال البغرير ونرجعو عاوتاني. والبنات من بعد ما نشفات غنرشوها شويه هكا بالزيت شويه. اللي ما بغاتش بترش انا كيعجبني رشها باش كتحمر لي مزيان. ونقلبها بهذه الطريقه حتى كتجاوب تجي هكا محمره راه طايبه. ونخليها تتحمر على الجهه الاخرى. بداو تقلبوا هكا بحال كتطيبوا البطبوط بهذه الطريقه باش تحمر على جميع الجوايه. ونتلاقاو من بعد. دابا نقلبوها كي تشوفوا كي تجي البنات راه كتجي محمره وزوينه. غنديرها فوق الغطاء واحد الزويب. ونفس الطريقه دهنوا المقله باش تيجي محمر كامل وتيجي زوين. حاولوا ديما كيكون غليظ ديروا الغرفه عامره البنات. تخليوها حتى تنشف كيف الاولى حتى تنشف وتقلبوها عاوتاني كيف ما درت. حتى هي كبدات كتنشف بنفس الطريقه. غنحاول ندهنها هكا بشويه ديال الزيت باش تجينا محمره. ما بغيتوش ما ديروش نتوما راكم حرين. انا كيعجبني هكا تيجي محمر كيجي زوين وغزال. ونقلبها بطبيعه الحال للجهه الاخرى. تقلبوها غير بيديكم الا بغيتو بلا تقلب. نخليها تحمر على الجهه الاخرى. نستمر بهذه الطريقه تنكمل جميع الخليط ديالي كامل نكملو ونطلقو مع الشكل النهائي. صراحه كيجي غزال مفشفش كيجي احسن. انا بعدا كيعجبني على بغرير كيجيني احسن من بغرير. وغتبعو معايا ان شاء الله الشكل النهائي. كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال المخنفر ديالنا او الماوي. كل واحد على نفس كل واحد كيسمي على البلاد ديالو. اذا كيجي بهذه الطريقه. انا سقيتو بالزبده والعسل. يمكن لكم تسقيو غير بالعسل او الزيت البلديه كل واحد والذوق ديالو. صراحه كيجي غزال وزوين وتيجي خفيف البنات. هانتوما شوفوا كيجي خفيف كما قلت لكم كيجي خفيف الصراحه. وكيجي هانتوما غزال راه سخون البنات بحرام وجدتو لي سخون. وكفكره للكوتي صراحه كيجي غزال. كلكم دهنوه باش ما بغيتو. تنتمنى هذه الفكره تنال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتخليو لي التعاليق ديالكم وتابوناو في لاشين ديالي ودعموني بلي لايك طبعا. وكنشكركم وكنتمنى لكم الخير كما العاده.